عمر صبر جيب مليح جيب الزم تبعها جيش الحر قدام هاي تمام وقت الفجر جيش الحر فجر فجر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللي جوا راح ولع فين تلفت الناس اسمع ان شاء الله ما حد يطلع منها طيب همك بكايلك عبد الفجر القذائف اللي بيها انا ليس الله اللي احترق حرق اللي جوا حرق القذائف اللي بيها شوف الفشك اللي بيها طيب هو مي والله ما شايف حد حرق اللي جوا حرق الله بيحرق والله عم يطلعوا حدا يجيبوا بالكم لا 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 بس 11 وقف قدام الاجهزه يا اسكن انا ناسي الشارع حاضي يا اخي اظن هذول مأمن عادي لا لا الشباب هذول الله اكبر الله حي الجيش الحر شقاقات الجيش يا عمي جيش الحر الله اكبر دير بالكم قناصة هاي ادى الله قناصة قناصة في قناصة قناصة هاي يا شباب في قناصة حي المدرسة خلعت فيها لا 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 دراكن هذا ابو مالك قناصة عشان واحد صفيره واحد واحد اجى واحد عندنا داش اسمه الله اكبر فجر كمان الله يطلع حي الفجر الله اكبر تعال يلا قيامة تعال جاي يا زلمة كسخت الاسد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يا جماعه لا صوت قدام الموبايل يا وشيك انت هون اللي هون يا غالي يا حبيبي بعده يا استاذ ما شاء الله يا حبيبي ذبحك بعده عن الجيش الحر شايف الدخنه في ما تلفون نسعى منك انا وهاي سراش سبعين لا يا اقوله هاي من هي مولع هي نفسها هي مولع نفسها مع عادل هذا صور تلفونك عادل لا لا ما وصلتش ما جربت ما وصلت معليش هو هي بعكس الشمس المشكله تلفوني يظلوا مع ابراك اللي انا عارفه جاي فيها ادعم يا عمي لود والله ايش شرامه اللي فيها والله اعطيني جاي انت بعدك لا مالك ما صبيت من جوا اللي جوا احترق وصارت فجرت فجرت ما ان صابت الدبابه هاي تعتبر الجوع فيها صاروا فحمه عطابه والله دبابه قرب على اللي عند الدرس قرب يلا تعال الانفجار هذا اليوم يلا وكل قرب عليهم اربعه هاي ثلاث جوا قاعد لا 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 هذا هو لا لا هي هاي قد الدبابه قد الدبابه تعالوا تعالوا روحوا جاي حجي وين رايح يا حجي